حضرتك متجوز بقالك كام سنة؟ أكبر منك بشوي. لا متجوز. لا أنا ما شاء الله يعني ما شاء الله ما بتقدرش احنا نحسب. طيب يعني سنين طويلة أكتر من 30 سنة مثلا صح كده؟ لا ده داخلين على أكتر من 39 خلينا 30 سنة. طيب بعد ثقة وبنتين زي الفل وولد ربنا يخليهولك وعشرة وأيام صعبة وأيام حلوة، فطبيعي إن الباسورد يكون عادي وبعدين حضرتك بس، لكن في رجالة تانية، في رجالة تانية أيوة بتضرب ما بتصرفش، رجالة تانية بتتلفظ يعني بتشك. بصي أنا هقول لك رجالة بتضرب، أنت بتقولي رجالة بتضرب أوكي، خلينا في النقطة دي بالذات. إيه اللي يخلي الراجل يوصل للمرحلة دي؟ مفيش تبرير من غير سبب، داخل من باب البيت قلع اللي في رجله ومنشن، مفيش تبرير للضرب. إيه؟ طلقها طلقها يطلقها. لا بص حضرتك ما انت ما تقعديش حضرتك لا والله لا بص ما تقعديش حضرتك ها تقعدي له فوق دماغه وتفضلي ها ها وتضغطي تضغطي تضغطي تضغطي. في تبرير مهما كان الراجل صعب ان الست تخونه؟ تخونه؟ لا. في تبرير طبعا، ومفيش تبرير للضرب مهما كانت ست صعبه. لا مفيش تبرير للضرب انك ما تضغطيش على اعصاب الراجل، لان في الاخر اللي انت تقدري تعمليه هو الضغط بالكلمه، لانه راجل لازم يكون اعصابه قويه. في لحظه الراجل ابسط ما عليه يقول يا فلانه انت انت كذا روحي وانت كذا خلاص يطلقها ويخلص من الموضوع. اما تقعدي تقولي كل يوم يعني بالظبط زي المشهد بتاع محمود عبد العزيز و الله يرحم الجميع بقى الله يرحم ومعالي زايد طلقني طلقني لا يعني كده وتسيبينا نام سيبينا نام طب انت طالق طب يلا انت طالق طب دلوقتي حضرتك وهي بتقولها له هي مش عايزه تطلق بس هي الكلمه المعتاده حته الضغط حته الضغط طلقها صح ما ضربهاش يعني انا مثلا هختم الحته دي ضربها وضربوا امها مفيش تبرير مفيش تبرير للضرب خالص حضرتك بتبرر الضرب مفيش تبرير لا انا مش بقول لك ان في تبرير للضرب انا مش بقول لك ده بس انت ما تضغطيش على اعصاب الراجل لان الراجل في لحظه ما هوش البتاء اللي ما هوش الكائن اللي انتوا اساسا فاهمينه غلط ما هوش الكائن اللي يفضل يعمل كنترول على نفسه لحد ما في الاخر لازم هينفجر احنا زي البركان